وهنا لفته كثره تكرار الله جل وعلا لهذا الخبر وهو خبر قوم لوط مع كونه لم يكن فاشيا عند العرب لم يكن معروفا في جزيره العرب ان ياتي الرجل الرجل هذا من اسرار القران وانه لم ياتي لمعالجه قضايا جزيره العرب او قضايا العرب انما هو كتاب مبين للعالمين كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليش ليكون, ليكون نذيرة. للعالمين نذيرا فهو ليس لاحد العالمين عبر الزمان العالمين عبر المكان على اختلاف الالسن والالوان كلهم يخاطبون بهذا القران إذا هذا الخطاب كان في زمن لا يعرف الناس فيها ان رجلا ياتي رجلا حتى ان الصحابه رضي الله عنهم لما جاءتهم قضيه من, 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 من بعض الجهات ان رجلا اتى رجلا احتاروا ماذا يفعلون وهذا دلالة على أنه لم يكن معهودا في كلام العرب ولا في فعلهم ولا في أحوالهم أن يأتي الرجل, الرجل بل سليمان بن عبد الملك يقول لولا أن الله ذكر أن رجلا يأتي رجلا, أن يأتي رجلا رجل رجل ما صدقت أي لم أصدق أن رجلا يأتي رجل وذلك لأنه منابذ للفطرة وهذا من أسرار القرآن القرآن مستمر